ايوا خويا غندوزو لخويت معاك. خويت مات مرحبا. تبارك الله. السلام عليكم متابعي قناه مريم شانيل، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الناس اللي متبعيني اكيد عرفوني في جبتهم اليوم عند مجوهرات ايوب. غبرنا عليكم البنات وجبنا لكم الجديد. الناس اللي كيشاهدونا اول مره، بالنسبه للعنوان حنا كنتواجدوا في كازا الولفه الحاج فتح، هذه هي القصريه ديال الحاج فتح البنات. بالنسبه لمحل ايوب راه جا في الطابق الاول مجوهرات ايوب. اجيو معنا اجيو معنا اكتشفوا مجموعين شنو موجد لينا اليوم. تبارك الله ما شاء الله، اخر ما كاين موديلات الذهب. اجيو معايا. السلام عليكم خويا ايوب، كيداير اخويا لاباس عليك؟ كبير هذا، ربي يخليك اخويا. غبرتي علينا هذه اللحظه والظروف عرفتي هادشي اللي كاين. الحمد لله، ولكن جيتي جيتي جديد. ضروري ضروري شتي ضروري، توحشوك الناس وتوحشوك. ضروري شحال هذه ما بقينا درنا شي فيديو، هادشي اللي كاين ما كانش الوقت، واليوم ان شاء الله كاين الجديد بزاف وبغينا نبارطاجيو معكم كلشي. يعني كاين الجديد؟ كاين الجديد موجود الخير. اول سؤال غنسولو لك اخويا ايوب، شحال داير الذهب دابا؟ الذهب حاليا كاين واحد الارتفاع دائما، راكم عارفين مع الحروبات والامراض الذهب راه كيطلع كيهبط تيطلع، تيكون واحد الفرق ديال 5 دراهم 10 دراهم. المهم حاليا الذهب راه ابتداء من 580 درهم 600 درهم ابتداء، 580 على حساب الموديل على حساب الدق على حساب شنو غادي تاخذ، واش دق بلدي دق رومي، هذا هو اللي كاين. شنو الفرق ما بين الذهب ديال المغرب والذهب ديال تركيا؟ الموديلات 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 والصناعه، وراك عارف السلعه فاش تكون مستورده تيكونوا فيها بزاف ديال التزامات. هادشي اللي كاين. الذهب ديال تركيا كيتباع الموديل؟ كيتباع الموديل حيت اصلا حنا كنشريوه الموديل. الموديل باش غنبداو اخويا ايوب؟ غنبداو بلي كوردون ومن بعد لي غورميت ونتمو غادي ندقه دقه. هادشي مرحبا، اجيو معنا خليوك معنا. ودابا اخويا ايوب غنبداو هاديكم دابا غنبداو بلي كوردون زعما هاد لي كوردون هادو تقريبا الثمن ديالهم؟ هادو الثمن كيبداو من 170 درهم، فيهم 10 ديال لي بول الكبار وفيهم الالوان تقريبا كلهم عندنا جميع الالوان، واي واحد عنده شي شيلون ما كانش هنا راه كنصايبو. هانتوما البنات ما شاء الله. هادو وبالنسبة للتوصيل؟ التوصيل في المغرب كامل، والناس يصبروا عليا حيت خدام غير بوحدي فهمتي، راكم عارفين كيكون عليه شوية الضغط البنات، شوية الضغط حيت بوحدي هذا هو اللي كاين، ولكن غيجاوبكم كاملين. كاين حتى مشكل. شوفوا معايا هادو 170 درهم، هادو 170 درهم 10 ديال لي بول، ذهب عيار 18، ذهب عيار 18 عيار 18. ومرحبا بالجميع وبالناس كاع اللي كيتيقوا فينا، مرحبا بهم. والناس اللي جاو من المدن على قبلنا مرحبا. شوفوا معايا مرحبا. واش غندوز ثاني؟ كاين هذا الشكل هذا، كاين هذا الشكل هذا، هذا حتى هو حصري، هاد الثمن راه كانوا ب 250 درهم عند ايوب، هادو دابا حاليا راه داير لهم انا 200 درهم 4000 ريال 4000 ريال. انت الا بغيتي تعمر يديك هادو غير 4000 ريال. خليكم شنو غندوزو. كاين عاوتاني عندي الزمرد المزيان هذا، هاد الزمرد هذا، هذا الثمن ديالو 200 درهم 4000 ريال 4000 ريال. كاين عندي هاد الجوهر ب زومور بحال هكا الثمن ديالو 250، هذا مزيان هذا 250 درهم 250 درهم. كاين عندي الجوهر بحال هكا، هادو زوينين هادو البنات، هادو 250 درهم 250 درهم هادو البنات. كنهضروا على جوهر مزيان ولي بول ذهب عيار 18 وحاجه مزيانه، راه كلشي باين في الكاميرا. سكريني والبنات، الناس صافي في كازا بغا شي حاجه شنو بغيتو. كاين عاوتاني عندي هاد لي موديل، شوفوا معايا هاد لي موديل هادو، هادو الثمن ديالهم اخويا ايوب. هادو هادو الثمن ديالهم كيبداو من 170 درهم. لا على هادو، هادو الثمن ديالهم كيبداو من 350 350 درهم. عندي حتى الكلو فيهم، راه كاينه كلو، كاين حتى الكلو. كاينه الكلو، راه عندي كاينه هنايا كلو بهذا الشكل هذا، حتى تاخذي كادو راه غزاله البنات، هذا 350 درهم. هاي الكلو، شوفوا معايا هادي اللي جات لي غنحسبها لها ب 500 درهم حيت بقات عندي منها وحده 500 درهم. 500 درهم باش كندوزوهم اليوم، غتاخذها غير ب 500 درهم ولكن بقات غير كلو عيار 18. وبالنسبه لهادو، هادو هما اللي قلت لك، هادو الثمن ديالهم كيبداو من 170 درهم، بحال هادو 170، هادي 250، هادي 170، هادي 250، هادو حتى هما 170، هادو 250 درهم، هادو تا هما 250 درهم. خليكم معنا مرحبا، ما تمشيو فين، طلع له شو مرحبا. وبالنسبه لهادو،
هادو حتى هما كيف قلت لك كاين 200 درهم وكاين 170، حتى هما الثمن مختلف. المهم لي بول كيبداو من 170 درهم، هادو كيديروا 170 درهم. 170 درهم هذا راه الخدمه الاولى، ماشي زعما بدلنا الخيط وداك الشيء ديال الخدمه الاولى اللي بدينا بها في الاول. 170 درهم بالنسبه لهذه. هذه هذه الثمن ديالها 230 درهم. 230 درهم البنات، جيو للمحل. انا تنقول لكم جيو للمحل، حنا كنهضروا على الجوده. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، والناس اللي تقدموا عندنا راه عارفين، يبان لنا في التعاليق تبارك الله ما شاء الله. الناس راه جاوا اخويا ايوب من كل المدن، والجاليه المغربيه تقات في كورس لا فلوس. الجاليه المغربيه، الناس اللي في المغرب، الناس اللي في كازا، الناس اللي في الولفه، الحمد لله نزلوا عندنا من جميع الاماكن الحمد لله. خليكم معنا ودابا غندوزو الحلقات ديال البنيات الصغار. بالنسبه للعيالات اللي كيسولوا على الحلقات ديال البنيات الصغار، شي الحلقات حتى لي بالختم ديالهم، شي تربيه يلاه تزادت. المهم راه كاين الحلقات هما ابتداء من 170 درهم، هما هادو الحلقات 170 درهم. ابتداء من هادو 170 درهم، كاين بحال هادو 4000 ريال 200 درهم. اللي بغات تعمر ودنيها لشي بنيه صغيره شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبه لهادو هادو الثمن ديالهم اغلى وحده 300 درهم. بالنسبه لي زونسومبل راه كانوا ب 500 درهم، راه الثمن اللي داير لهم دابا حاليا 450 درهم. 450 درهم اختي، الا كانت عندك شي زياده شوفي لي على كادو مخير تبارك الله ما شاء الله. هذا ايوا 500 درهم، شحال غيبقى لي؟ 450 درهم. 450 درهم. واخا خويا ايوب ندوزو دابا للكورميطات، شوفوا معايا البنات هاد الكورميطات اللي بغات تعمر ايديها. وسمحي لي بالنسبه حتى لي كورميط بالنسبه للوليدات الصغار، حتى كاينين حتى هادو. هادو شحال دايرين؟ هادو ابتداء من 500 درهم. 500 درهم البنات، ابتداء من 500 درهم. وكاين عاوتاني بالنسبه لي كورميط بالنسبه للعيالات والبنات الكبار، كاين هادو الثمن ديالهم كيبدا من 600 درهم. من 600 درهم ابتداء من 600 درهم هادو. وبالنسبه بحال هاد الفان كليف راه كاينه لاشين ديالها، ها هي اللي بغات سنيسله. سنيسله ديالها راه عندي هادو، هادو كيبداو من 700 800 درهم ابتداء، حتى هما من 700 800 700 800 درهم. ولكن راه فنينه البنات، وسنيسله بنت لي غليظه. سنيسله مزيانه كتجي باينه في العمق. شوفي السنيسله كتجي باينه في العمق البنات. هذه تقريبا شحال دايره اخويا ايوب؟ هادي الثمن ديالها 900 درهم. 900 درهم. واخا خليوكم معنا، باقي حنا في السنيسلات. كاين حتى هاد السنيسلات هادو اخويا ايوب؟ هاد السناسل هادو كاين عندي هادو ديال ليكوت بحال هكا. شوفو معايا هادو، هادو الثمن ديالهم 700 درهم. وعندي هادو اللي فيهم خميسات، هادو الثمن ديالهم 600 درهم. 600 درهم، 600 درهم. سلسله طويله وصحيحه، صحيحه بنت لي غليظه. ماشي هذوك اللي كنا كنبيعوا شحال هادي وكانوا ب 400 500، هادو سلسله صحيحه. شوف لي السلسله كيفاش دايره، هادو كيبقاو لينا ب 600 درهم. 600 درهم اللي بغات تعمر، كاين فيهم لوشوا حتى هما العمق ديالها، كيجيو زوينين البنات في اللبسه. وبالنسبه للخرابيش عندي هادو ابتداء من 700 درهم. من 700 درهم شوفوا معايا، ابتداء من 700 درهم. العيار 18، عيار 18 كنهضروا على ذهب عيار 18. كاين هاد الفان كليف الثمن ديالها 800 درهم. هادي 800 درهم، عطا الله لو شوا في لي موديل. المهم هاد لي شين هنا تقريبا كاملين كيتراوح الثمن ديالهم 700 800 حتى 1100 درهم. حتى 1100 درهم كنحاولوا البنات. هانتوما راه كاين لو شوا بحال هادي راه 700 درهم، هادي حتى هي 700، هادي 700. احنا راه كاين لو شوا ما شاء الله. اللي بغات تاخذ شي حاجه سكريني، والناس تاع خارج كازا كنحاول نوريكم جميع الموديلات. التوصيل راه داخل كازا وخارج كازا. مرحبا بالجميع. بالنسبه لهذا خويا ايوب، هذوك الثمن ديالهم 900 درهم. 900 درهم هذو فيهم الالوان كامله. كاينين هاد السنيسلات، اجيو معايا تشوفوا، انا راه كنجبد باش تشوفوا كل شيء. بالنسبه لهاد السنيسلات هذوك الثمن ديالهم هادو فيتين 1000 درهم، باين واحد الكورميط غليظه يعني على حسب الجرام. الجرام دابا راه كيف قلت لكم، هادي دابا الثمن ديالها 700 درهم. 700 درهم زوينة البنات، اللي بغات تعمر عمقها زوينة 700 درهم. حنا كنحاولو بغينا كلشي نلبس الذهب، كنديرو أثمنة مناسبة. اللي ما كانتش كتقدر تشري الذهب غتشري اليوم الذهب البنات، وهاد السنيسلة راه غتبقى دائما 700 درهم.
تبارك الله ما شاء الله كيف قال لكم ايوب تبارك الله راه كاينين موديلات موريناكم مش كلشي نحاولنا باش ما يجيش الفيديو طويل كنحاولوا نوريكم لان باقي ما يتشاف باقي كاين موجود الخير خليكم معايا ايوب خويا غندوزو الخويس معايا خويتي مات مرحبا تبارك الله ما شاء الله موجود الخير انا ندوب شويه بشويه ونوريو الناس كلشي المهم بالنسبه للناس اللي خاطبين ولا مزوجين راه كاين هاد الخويش مات هادو شوفوا معايا راه موجود الخير ابتداء من 700 درهم 700 درهم هذا ابتداء ب 700 درهم التمره ما كاينش 700 درهم والكميه موجوده موجود الخير موجود الخير موجود الخير ونتمنى الفيديو الناس اللي شافوه الاولين يجيو للمحل حيت راكم عارفين الذهب راه كيرتفع يعني كل نهار تيكون ثمن كل نهار كيكون ثمن وتسلع اللي كتشوفوا راه موجوده دابا اللي بغى يجي للبحر مرحبا به حيت كاين اللي حتى الفيديو حتى كيدوز واحد 3 شهور ولا 4 شهور كيجيو الناس يقول لك هذه شفتها الساعه راه كتكون تباعت اكيد شوفوا معايا البنات تبارك الله ما شاء الله كاين 3D كاين 3D كاين التخرام كاين جميع الاشكال كاين الرومي انتم البنات سكرينيو موجود الخير بالنسبه لهادو اللي فيهم هاد لي بول هادو شحال دايرين هادو بالنسبه لهذا بالضبط هذا الثمن ديالو 1550 درهم ممكن كيسال صحيح انتما دار صحيح 1550 باينه ها هو راه صحيح وبالنسبة لهذا اللي فيه 3 هذا اللي فيه 5 هذا الثمن ديالو 4000 درهم 4000 درهم 4000 درهم فيه 5 5 البنات تبارك الله ما شاء الله الثمن ديالو 4000 درهم ديال 3 راه كيكون داير 3000 درهم مابقاش عندي كنحاول البنات نشد ليكم باش تسكرينيو اسكرينيو وسولو تواصلوا معايا في الواتساب تواصلوا معايا اللي مهتم وباغي يشري الذهب مرحبا به انتوا شوفوا لي الناس اللي ما كتبغيش الحجاره ما كتبغيش كتبغي هادو شحال دايرين هادو حتى هما الثمن تيختلف على حسب الوزن وعلى حسب الصح الثمن ديالهم كيبدا من 4000 درهم وكيوصل حتى ل 6000 درهم على حسب الوزن باينين تبارك الله ما شاء الله ثم راه كاينين شكيلات مختلفين كيفاش شوفوا كيفاش داير من الداخل راه صحيح خاتم صحيح خدوهم عندي كاع العيالات كيلبسوا قياس 66 67 وتبارك الله راه مازال عندهم الان تبارك الله راه كاين له الحمد لله هادو ما فيهم لا حجر لا والو صحاح الادواق تختلف تبارك الله الادواق تختلف ومرحبا حنا راه كنجيبوا حاجه مزيانه وكنصحوا الناس بالنسبه لهاد الميستيك هادي شحال دايره هذا بالضبط هذا الثمن ديالو ثمن زوين بزاف من خلعوش الناس من مرحبا تلقات مينا تبارك الله اللي تعمر يديها هذا الثمن زوين هذا الثمن ديالو 850 درهم 850 درهم 17000 ريال هذا ب 850 درهم وهذا الثمن ديالو 900 درهم ها وهذا 900 درهم انت لو بغيتي تعمر يديك تبغى تعمر يديها راه كاين فاش تعمر يديها موجود الخير وكان عندي حتى واحد الشكل ديال فان كليف بحال هذا هذا الثمن ديالو ها هو راه كاين واحد هو اللي عندي هذا الثمن ديالو الثمن ديالو 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم ها هو اللي بغاتو تجي مرحبا هذا العقار ديالو شحال هذا اللي جات الاولى راه هو اللي غيكتب لها 1000 درهم 1000 درهم هذا غيكون القياس 56 56 تقريبا تبارك الله ما شاء الله ما كاينش غير هذا الشيء راه كاين موجود الخير عندي الكلو عندي الفيس عندي الكلاش عندي كاع الموديلات بالنسبه اللي بول ورينا قبيله كاين هادو كاين غافينيتي كاين كلشي هل هذا اختي مريم هذا قلنا لهم الثمن لا ما قلناش لهم الثمن هذا الثمن ديالو 1700 درهم 1700 درهم هذا باش غيبقى لكم موديل زوين هذا ديال لي بول تيجي فن خليكم معنا باقي ما ساليناش البنات وكاين وبالنسبه للمارياج اخويا ندوز شويه للمارياج مرحبا مرحبا اختي مريم
شوفوا شي ثمن، وريناكم كيبدا من 700 درهم. من 700 درهم راه ثمن مخير. تبارك الله، اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. دابا راه زينه وخزينه، المراه كتزين به وكتخزن فيه فلوسها. يعني هذا راه زينه وخزينه. انا مني كنذهب شحال هذه اختي مريم كنتي كتجي عندي كنذهب هابط شويه، كنت كنصح الناس كنقول لهم خذوا الذهب خذوا الذهب خذوا الذهب، ما حد حنا غاديين في الحياه والذهب راه كيرتفع اكيد. الاسباب منها الحروبات والامراض والشيء اللي واقع في العالم، هادشي اللي اكيد. خليكم معنا، الناس ديال المغرب كامل راه جاو عندي وتعاملت مع الناس بزاف وشكروك خويا ايوب. الحمد لله، وثقوا فينا الناس وفي خارج المغرب وداخل المغرب، ومرحبا بالجميع. هادشي اللي كاين، حنا راه عفوين، اللي بغى يجي مرحبا به، كنصحوا الناس وكلشي. هادشي اللي كاين اكيد، الناس باش تيق فيك وتصيفط فلوس كثيره. تبارك الله ما شاء الله، مرحبا بالجميع، ما كاين حتى شي مشكل. وبالنسبه للناس المصداقيه هذا هو اللي كاين، كيف قلت اختي مريم المصداقيه. هادشي اللي كاين، خليكم معنا البنات وتشوفين باقي الكورميطات. البنات جبنا لكم اشكال ديال الكورميطات. خويا كاين شي برومو في هاد الكورميطات؟ عرض حصري لي كورمي 3 دي، ما فيهمش الحجر. هما البنات ما فيهم الحجر لا والو، باش ما تقولش لك شي حد راه فيهم الحجر ولا شي حاجه. المهم هادو راه ما فيهم لا حجر. السلسله راه شوبار 3 دي، كتجي على هاد الشكل هذا. هي راه فيها موديلات، والثمن عرض حصري. فيهم رسمات مبدلين، موديلات. هادو بشحال غيبقاو لينا؟ هادو بروموسيون 1000 درهم. 1000 درهم البنات باش غيبقاو لينا هاد الكورميطات. هادو كمية محدودة. غير برومو، كمية محدودة. وكيتزادوا كيتنقصوا؟ كاين لو شوف زياده ونقصان كاين. زوينين البنات هادو 3 درهم. اللي بغات تعمر درهم يديها، اللي بغات تعمر يديها هادو كاملين 1000 درهم. هادو كاملين ديال 3 دي 1000 درهم. 1000 درهم هاد الكورميطات هادو، تاخذي معاهم خويتم صافي. كاين الخاتم، كاين الحلقات، كاين كلشي. الا بغات تاخذ كاين التعليقه، اللي بغات تاخذ اونسومبل. هادو 1000 درهم. لي غورمات 1000 درهم. كميه محدوده. كميه محدوده، هادو كميه محدوده. اللي بغاتهم البنات تجي مرحبا بها. وما كاينش غير هادو، راه كاين حتى هاد الطروات دي. وبالنسبه لهادو خويا ايوب، بالنسبه لهادو، هادو كل وحده والثمن ديالو. هادو واحد فيهم سلسله غليظه شوبار. ها هما سلسله ياك باينين بعد المشاهدين. لا لا باينين تبارك الله ما شاء الله. انتم اللي بغات تلبس الذهب، هادو راه زينه وخزينه، راه طلع الموديلات ذهب عيار 18 وحاجه مزيانه وخدمه نقيه. هادو كيبداو من 1800 حتى 2600 درهم، 2700 على حساب الوزن وعلى حساب الصح. وهادو كاملين صحاح، هانتوما كيف كتشوفوا راه السلسله غليظه. السلسله غليظه شوبار يعني الصح. واللي جا من طرف مريم راه مرحبا به، راه حنا الحمد لله راه مرحبا بالجميع. اللي جا تهلا فيهم والبصلين، مرحبا. اللي جا مقصليهم اخويا ايوب شويه. مرحبا اختي مريم، الله يسلمك. مرحبا على راس العين. يلا المهم هادو راه كاين فيهم لو شوا، وكاين تقريبا راه من 1000 درهم البنات. وريناكم هادو اللي وريناكم في الاول 1000 درهم. وهادو الثمن ديالهم راه كيبداو من 1800، كاين 2000 درهم، كاين 2300، كاين 2500، كاين 2700. المهم الثمن بين هاد الرقم على حسب الجرام، على حسب الوزن. شوفوا معايا كاين تشكيلات اخرين. تبارك الله ما شاء الله اختي تبرعي. موجود الخير حقيقة. الذهب راه كيدوخ. الذهب راه زينة وخزينة. زينة كتجينا كدوخ. تبارك الله ما شاء الله، الله يعطيكم شي رزق باش كلكم تجيو تدخلوا. مرحبا بالجميع. لا بغينا كلشي يلبس الذهب. أكيد ما كرهناش كلشي يلبس. شوفوا لي البنات والأثمنة راها بحال دابا. هادو البنات راه فنين، هادو 1000 درهم. واللي بغات تجي كل مرة تعطيك شوية وتخبي ليها. اللي بغات تعطي كل مره شويه مرحبا بها، حتى هي ما نخسروش لها. غير هو دابا معكم عارفين الذهب ما بقاش، ما كنديروش مده طويله. هادشي اللي كاين، مرحبا بالجميع. مرحبا. كاين عاوتاني هاد لي غورميت، راه الثمن ديالهم حتى هما مختلف، كل حاجه والثمن ديالها. بالنسبه لهاد لي غورميت نشوفوا هادي كل حاجه والثمن ديالها. هادي راه في كينه الصغيره والكبيره. الثمن، الثمن ديالهم كاين حتى هاد الكلاش، كاين البانكليف. شوفوا معايا كاين القرطاسه. تبارك الله ما شاء الله.
هادي شحال دايرين اخويا؟ هادي 2200، هادي 2400 درهم. 2400 درهم ولكن راه كيساع. انتوما انتوما شوفوا الزبال لك مزيان. باينين السلسله شوبار صحيحه ولي بور راه كبار وغلاد هادو تقال. وباقي ما يتشاف البنات اجيو معنا تبارك الله ما شاء الله. غنحاولوا نشدوا ليكم شي حاجه واللي شي حوايج غنوريو لكم، نقولوا لكم الاثمنه، ما يمكنش غنقول لكم الاثمنه ديال كل شيء. مرحبا مرحبا مرحبا. وما كاينش غير هذا الشيء، راه كاين حتى مرحبا هانتوما من بين الموديلات الاخرين ها هما راه كاين هذا. شوفوا لي كيحمق هذا، راه حمق تيفاني هو واعر هذا. هذا شحال داير اخويا؟ هذا الثمن ديالو 6000 درهم. هذا النص ديالو كلاش والنص كلاش ديالو، النص ديالو تيفاني تيفاني والنص كلاش. هذا 6000 درهم. موديلات يلاه خارجين هادو. وكاين هاد تيفاني هكا، كاين تيفاني بوحدو هكا غير النص القدامي بحال هكا ونص. اه وكاين هكا اللي بغات تيفاني على هاد الشكل هذا. كل حاجه والثمن تبارك الله ما شاء الله. قلت لك موديلات البنات والذهب وزود الخير ومرحبا بالجميع. والعيار 18، عيار 18 وذهب مزيان والمصداقيه وكل شيء. كاين حتى الفان كليف، عشاق الفان كليف ها هو. شوفوا لي هذا الفان كليف شحال داير؟ هذا الثمن ديالو 8900 درهم. 8900 درهم تبارك الله هاز. ثقيل هذا ها هو. شوفوا الخدمه ديالو كيفاش داير. راه كاين اللي صغر منه كاين خف منه كاين ثقل منه. المهم هذا راه بثمن مزيان تبارك الله ما شاء الله. وكاين حتى البلدي، عشاقي البلدي اللي بغات شي حاجه كاين بحال هاد البراسليات. اجيو معايا هاد البراسليات ديال العظم هادو. حتى هما كاينين. شحال دايرين هاد البراسليات بثلاثة؟ هادو بثلاثة. شي ثمن اللي زوين اخويا ديال المتتبعين ديالنا. انتوما البنات كاينين هادو البراسليات البلدي، عشاقي البلدي. انتوما بينما قال لينا الثمن كنوريكم الناس خارج كازا سكريم سكريم ديال الفلوس. هذا الثمن ديالو 12400 درهم. 12400 سرت لا ديال 3 عيار 18، عيار 18 12000 مليون و40 الف ريال. 12400 درهم، مليون و48 48 ذهب عيار 18 حاجه مزيانه. الريزينغ هادو فني مرحبا. الثمن راه مناسب اكيد، اسمينه مناسبه عند ايوب ساريو. وبالنسبه اللي بغى يعطي شي خاتم ديال الزواج وبغى شي بواطه، راه كاين هاد البواطه على هاد الشكل هذا. كتكون ورده، كتكون ورده كتقلبها كيجي خاتم، كتقلبها كيجي خاتم. ولا ما بغيتيش خاتم راه كاين حتى بحالها سلسله. كتقلبها كتولي سلسله، يكون كادو. يكون كادو هادي كفكره. هادي الثمن ديالها. هادي اللي خدا خاتم بطبيعه الحال ولا سلسله راه هديه من عندنا. هادشي اللي كاين. مرحبا بالناس الاوفياء اللي كيجيو عندنا اكيد تهلاليا فيهم عطيهم الهدايا ناخذو من عندهم تخلصوا في لابواط. هذا هو اللي كاين. مرحبا خليكم حصري هادشي راه اخر ما كاين. مرحبا بالجميع ومرحبا بالناس اللي كيثقوا فينا. ودابا غندوزو خويا ايوب براسليات، راه طلع لو شوا اللي جات مرحبا بها. اكيد راه حاولت وريتهم كاع البراسليات اللي عندنا. كاين دك البرا، كاين 3 دي، كاين ميسيكا، كاين تيفاني، كاين كلاش. موجود الخير. مرحبا بكاع الناس اللي كيجيو عندنا من بلايص قراب من بلايص بعاد. مرحبا بالناس كاع اللي كيثقوا فينا. مرحبا بالجميع. ودابا غندوزو لكم السناسل كاينين غنجبدوهم لكم. خليكم معنا. مرحبا دابا خويا ايوب غندوزو الصحيح. مرحبا ما يصح الا الصحيح. مرحبا تبارك الله ما شاء الله. دابا غندوزو البنات لي زونسومبل هكا. زونسومبل سناس طقم طقم طقم. ما شاء الله الله يزين الصنعه. ومرحبا بالجميع والله يعطي الرزق للجميع باش يجيو يتقدام. وكيبقى هادشي راه هو الملاذ الامن، يعني الذهب راه كيف كنقول ديما زينه وخزينه. زينه وخزينه البنات. تبارك الله ما شاء الله. هانتوما بالنسبه لهاد السنيسلات هادو الناس اللي كيبغيو هكا يعمروا عنقهم هادو كيبقاو ب 700 درهم. 700 درهم واخا. بالنسبه لي زونسومبل
نشوفوا هادو تاع البنيتات بلاتي. كاين هادو ماشي بنيتات، بنيتات هادو فيهم حلقات وخاتم كيديروا 2200 درهم. 2200 درهم هذا كامل داير 3200 درهم. هذا فيه العلاقه والطوينكات والخاتم. والخاتم 3200. هذا داير 2950 درهم. 2950 درهم واخا. وبالنسبه لهذا داير 2100 درهم، فيه حلقات ديال دك البره وخاتم. حلقات وخاتم ديال دك البره. هاد السنيسله دايره 1200 درهم. 1200 درهم. ولكن سنيسله فنه، سنيسله فنه، واللي بغى الغليظه غلظ منها كاينه هادي دايره 2500 درهم. شوفها 2500 درهم حيت بلاتي خويا صغير. 2500 درهم واخا. كاين هاد لونسومبل هذا فيه الحلقات والسنسله والخاتم والتعليقه. هذا بشحال غيبقى اليوم؟ 2700 درهم. 2700 درهم السلسلة والخاتم والحلقات. وهو كاين حتى هذا، شوفوا معايا. حتى هذا. هذا بالسلسلة الحلقات والخاتم. السلسلة بالحلقات والخاتم وكلشي. هذا بشحال غيبقى لنا خويا أيوب؟ هذا الثمن ديالو 3200 درهم. 3200 درهم. السلسلة الحلقات والخاتم. راه زوينة البنات هاد 3200 درهم. عاد عندنا السلاسل هنا راه على الأشكال والأنواع، كاينة السلسلة ديال الكرافاج، كاينة غورميت، كاين شوبار، كاين كلشي، كاين بيزماك. تبارك الله ما شاء الله. هانتوما سنيسلات، واللي بغات سنيسلة بوحدها تفايا كان كاين هذا الطاقم راه فيه بودونتيف غليظ والحلقات غلاظ، الثمن ديالو 6200 درهم. هذا الخاتم والحلقات والسلسلة 6200 درهم، ولكن راه السلسلة غليظة وحتى البوندونتيف البنات راه غليظة. تبارك الله ما شاء الله. شوفوا معايا راه موجود الخير. سكريني وصيفطوا لينا، والناس اللي كتبغي العود هانتوما شوفوا معايا. هاد السلسلة اللي بالعود شحال دايرة؟ السلسلة اللي بالعود تكون دايرة تقريبا واحد 1600 درهم. 1600 درهم. واللي بغات العود بوحدو اخويا ايوب؟ العود بوحدو راه 350 درهم. 350 درهم اللي بغات العود بوحدو. قلت لكم واحد الحاجه ما دوزناش قبيله، كاين عندي حتى الخواتم ديال الفروج اللي كتبغي دير فيها لويزه حره. شوفوا معايا لويزه حره راه كتجينا، كاينه اللي كدير لويزه عاديه. حتى هادو شحال دايرين في الثمن؟ هادو الثمن ديالهم كيبدا من 4000 درهم 4500، كيكون فيهم في الوزن 7 الغرام 6.6 على حسب. مرحبا خليكم معنا. وبالنسبه للطقم اجي راهي رادكو محبوبه الجماهير موجوده. هذه رادكو ديال تركيا عيار 18، الثمن ديالها 7300 درهم. 7300 درهم. وهذه السلسله ديال ميسيكا. ميسيكا شحال دايره؟ الثمن ديال هذه غتكون 2900 درهم تقريبا. 2900. عندك خسن ديور بحال هكا. شوفوا لي الثاني هذه انتما هذه شحال دايره؟ هادي الثمن ديالها 6700. 6700 الناس اللي عندهم شقة ديال الموديل. وبالنسبة لهاد الطقم هذا؟ الطقم هذا نعبرو اختي مريم حيت يلاه جبتو نقول لك الثمن، راه طقم زوين فيه حجر روزا وبلدي وديال ديما. تبارك الله مزيان. وشوفوا لي الناس اللي كتبغي شي حاجة للمناسبات، شي حاجة تخزن فيها الفلوس، شوفوا لي هاد السلسلة هادي تقريبا شحال دايرة هادي؟ هادي؟ هي راه التعليقة راه ثقيلة. باينة التعليقة راه فيها 20 درهم. قلت لهم بغيتها تخزن تخزن الفلوس. تعليقة صحيحة. تعليقة صحيحة والسلسلة صحيحة. السلسلة راه هذا من الاختيار ديالي السلسلة درتها فيها. يعني اللي بغات سلسلة طويلة تختار اللي بغات، فهمت؟ تبارك الله ما شاء الله. بلاتي قول لنا حتى اللي غادي زعما نقول لكم هو المصداقية الحمد لله، وراه مرحبا بالجامعة هادشي اللي وبالنسبة لهذا الفان كليف فيها. هاد السلسلة هادي الثمن ديالها 16900 درهم. 16900. 16000 البنات 900. ولكن راه كتستاهل شي حاجة واعرة. وبالنسبة لهاد الفان كليف اخويا ايوب؟ هذا الفان كليف كاين الخاتم والحلقات والكورميت والسلسلة. جوج سلسلات. جوج. جوج سلسلات، الثمن ديالو 16300 درهم. 16300 درهم. في جوج سلسلات. جوج سلسلات والحلقات والخاتم والكورميت. تبارك الله ما شاء الله. خليكم معايا. مرحبا بالجميع، السلسلة راه زوينة. لا فنة. هانتوما كاين هادي. كاين سلسلة صغيرة وسلسلة هكا طويلة باش كيجي. كاين سلسلة طويلة هاك. راه جوج سلسلة شوبار راك الشوارع ثقيلة. والخاتم. والخاتم والحلقات والكورميت ديال ثلاثة.
تبارك الله. بالنسبه لهاد السنيسله ديال البنيتات هادي الشركه ديال رافينيتي معروفه عالميا، راه عندهم الصح. حنا ما كنديروا لهم لا اشهار لا والو، ولكن راه باعتراف الجميع عندهم الصح. شحال دايره كنتي عبر علينا؟ يلا البنات سكرين. 2000 درهم. 2000 درهم اللي بغات تاخذها كادو راه شي حاجه تحمير الوجه. شوف اللي بغات بحال هكا غير سنيسله بلا اللي بغات سنيسله بوحدها راه كاين 1000 درهم 1500 1800 2000 درهم راه على حسب الوزن الجرام. وبالنسبه لهاد السلسله ديال العين كاين عندي هاد السلسله هذه ها شفتها اختي مريم هذه شحال دايره؟ هي الغورميت ديالها. هي الغورميت ديال 12500 درهم. 12500 درهم دابا عيار 18. وبالنسبه لهذه ديال العين هادو ديال العين هادو الثمن ديالهم كاين 1100 1200 950 الثمن كيتختلف قد ما بدلتي السلسله الثمن كيتختلف. هادو راه كاينه السلسله ديال الميلو كاينه السلسله فورسا وكاينه السلسله ديال الماش على حسب الادوار تختلف على حسب العمق ديال وعلى حسب البيجيك ديال كل واحد. وهنا خويا ايوب غنكون وصلنا معكم هنا باقي لنا الحلقات خليكم معنا ندوز الحلقات مرحبا. ودابا غندوز لكم البنات الحلقات البلدي الرومي طروادي قرطاسه مرحبا طروادي لي غوت جلويل فيس سي دي لي بول كلاش كلشي تيفاني كرافاج خميسه فروج كاين حتى لي كريول في لي طاي ديالهم كاملين لي كريول اللي بغيتو من الصغار حتى للكبار مرحبا كاين حتى حلقات ديال البنانه ها هما على هذا الشكل هذا كاين هذا الشكل هذا في الحلقات موجود الخير. هنا راه ما بغيناش نطولوا عليكم الفيديو حاولنا نوريكم اكثر ما لكن شوفوا لي عاوتاني هاد الحلقات هادي تا شحال هادوك ديال بولحيا هادوك ديال بولحيا اييه واعرين تقريبا الحلقات فاش كيبداو خويا الحلقات كيبداو من 900000 1100 على حسب الوزن والشكل ديال الحلقات كاين عندي قشور الحوت عندي الطروات دي تبارك الله ما شاء الله موجود الخير دق البره الرادكو كلشي كاين خاصك الفلوس البنات لا تعطيكمش رزق باش تكونوا الله يوجد ليه ومرحبا بالجميع مرحبا وهنا غنكون وصلنا معهم اخويا ايوب مرحبا راه الذهب راه زينه وخزينه كيف قلت لكم راه مرحبا عند ايوب راه المصداقيه وكيف قلت لكم راه حنا عفويين ومرحبا بالجميع اللي بغى اي حاجه مرحبا به اكيد البنات مسخيناش بكم غنخليكم هنا نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر وبسلام عليكم.